السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم يا شيخنا. وأحسن الله إليك. الله يكرمك يا شيخ، بالنسبة لموضوع المقاطعة كده، كان في ناس بتقول يعني المقاطعة إن إحنا المفروض نقاطع، وكان أفتى بعض أهل العلم يعني إن المقاطعة يعني من الجهاد في الإسلام، من الجهاد يعني. إذا كانت تنكي بالأعداء اسلكها، لكن إذا كانت تضر بالمسلمين، يعني في بعض المقاطعات مثلا أدوية لا تأتي إلا من الكفار، أو عفوا سلاح شيخ يعني زي سلاح المطاعم وهكذا الذي تراه، الذي تراه ينكي في العدو افعله. بارك الله فيك.